أما محمد الشحي فنشر بحسابه على انستغرام مقطع من أغنيته الجديدة يا منفرد، واتمنى أنها تعجب متابعينا. ومحمد بالفترة المقبلة بيجمع تعاون مع الفنان الإماراتي جسام اللي يتحضر لإطلاق ألبوم على عيد الأضحى. وذا إنسايدر زارة في الاستوديو وعرف من التفاصيل، وهذا في خبرنا الأول في الإنسايد تيك. والله طبيعة التعاون بين أخوي قبل الفني، ومحمد خاصة يعني هو يفهم الجملة اللي يعطيها وهو يجملها أساسا، وأنا حاب وأحب دائما، وبعدني لحد يعني 20 سنة قدام راح أعطي جمل من عندي، والحمد لله كلها مليونية يعني. ولكن معظم أغاني الألبوم هي من ألحان جسام نفسه، وفي منها يعني المصري، مسوي عمل مغربي، مسوي شعبي الإماراتي البحت، مسوي الخليجي، يعني مختار كذا لون، يعني حتى العراقي موجود. والأغاني العراقية بتسيطر على معظم أغاني الألبوم اللي يتضمن 9 أعمال. اللون العراقي الحين وهلأ بالتحديد هو اللي ضارب في العالم، تبي الشيء الناجح الشيء الضارب. هو كل حلو الفن، وكل لون له وقت، فيه في الشتاء لون وفي الصيف لون، وفي أجواء معينة لها تحتاج اللي يقول الغنية العراقية هي الجبارة. أوكي. بس في النهاية إحنا كل واحد يرجع للأصل، إحنا نحب الأغاني الشعبية والإماراتية بالأحرى الخليجية يعني. لذلك للآن عنوان الألبوم بتحمل أغنية شعبية إماراتية اسمها زرت الشارع. غطاء في عين وفراش في عين، قلت له صعبة تلاقي مسينا. هذه عن شخص مر في شارع كان فيه له ذكريات فيه، فلما زار الشارع هذا مشى فيه قال عن الشارع زرت شارع ما عبرت من سنين. كلام كذي يقول يعني. هاي أغنية إماراتية. هاي نعم شعبية بحتة.